مصطفى لايف لتعليم القيادة، القيادة عالمنا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اليوم من سلسلة تدريب حورية بنتي، اليوم بعلمها على الموقف الموازي. دربت وعلمت، الآن بنزل من السيارة بخليها تطبق بروحها. الآن بنخليها تطبق الموقف. يلا يلا يا قلب بوج، يلا يا روح بوج، يلا طلعي 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 قدراتك. أيوة 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 أيوة. الآن شافت القمع الأول، شافت القمع الثاني. يلا يا يبا عدلي حين درقصون. يلا يا بعد عمري ويا روحي. يلا يا يبا، يلا يلا يلا. برافو 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 برافو. رجع. يلا 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 يلا. والحين تعدل الحلوة يا فديت روحي شيبة. يلا أيوة 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 أيوة. ويا لبى قلب بوج، برافو على شيبة، فانتاستيك، بطالة، برافو عليك، فانتاستيك. يلا شوف الثاني، يلا طفي. يلا الحين ابيش تطلعين يا يبا. يلا رجعي ورا ولفي الدركسون يمين اقصى شيء. بعد يبا رجعي ورا، رجعي عمر. يلا الحين طلعي من الموقف. يلا برافو 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 برافو. الحين حورية ضبطت الموقف. يلا امشي، يلا روحي مع السلامة. طبعا اليوم انجزت البنت الحلوة، وبعدين بنعلمكم شلون تفصل. الحصة القادمة او الدرس القادم بشرح تفصيلي شلون حورية اتقنت الموقف واشرح لكم اياه. دمتم بود.